في ملف الأزمة الأوكرانية، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب الأسلحة الروسية الثقيلة والخفيفة من موقع محطة زابوريجيا النووية. وخلال اتصال هاتفي طالب ماكرون الرئيس الروسي بضرورة وقف فوري للعمليات الروسية في أوكرانيا، فضلا عن الحرص على استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. من جانبه أكد بوتين على ضرورة الضغط على كييف لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية. كما أوضح الكرملين أن بوتين وماكرون أعربا عن استعدادهما لعدم تسييس الوضع بشأن محطة زابوريجيا النووية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي أن قواته أصبحت تبعد عن الحدود الروسية بمسافة 50 كيلومترا فقط. وأعلن الجيش الأوكراني أنه استعاد السيطرة على 3000 كيلومتر مربع من الأراضي أثناء هجوم سريع على المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية شرق البلاد. Коридори мають працювати сьогодні, Маріуполь і Волноваха, щоб врятувати людей, жінок особливо, дітей, людей старшого віку. اعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل محطة زابوريجيا النووية عن توقف العمليات بالكامل في المحطة. واضافت الشركة انها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء لتبريد الوقود النووي ولسلامة الموقع، وذلك في الوقت الذي طلبت فيه كييف من سكان المناطق حول المحطة الاجلاء من اجل سلامتهم. أعلن الجيش الأوكراني أن قواته تتحرك لاستعادة السيطرة على بلدات وقرى في محيط مدينة إزيوم الاستراتيجية. وأفاد الجيش الأوكراني أنه استعاد 30 قرية وبلدة على الأقل في منطقة خاركيف شرقا، كما أكد على استعادة مناطق يبلغ مجموع مساحتها نحو 2000 كيلومتر مربع من القوات الروسية في الأيام الأخيرة.